يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: مجموعة من الشباب صلوا بالأمس صلاة العشاء جماعة، في أثناء الركعة الأخيرة التفت إليهم إمامهم قائلا: إنني لست على طهارة، ثم انصرف. تقدم أحد المأمومين وأكمل بهم الصلاة. سؤالهم: هل يعيدون صلاتهم أم أن صلاتهم صحيحة خلف من تقدم وأكمل بهم؟ هذا محل إشكال ومحل بحث. إذا كان أنه دخل الصلاة على غير وضوء، الصلاة ما هي صحيحة، فيبدأونها من جديد. أما إذا كان دخل الصلاة على وضوء ثم حصل له في أثناء الصلاة أنه انتقض وضوءه، يستخلف من يكمل الصلاة بهم. نعم.